شادي محسن قابقلي كمان من حمص عم بيسبح العفراء جنبي وأحمد رمضان. الـ16:50 رسائلكم من أي موبايل داخل سوريا. محمد عم بيسألني مع ولاء الأمور جيدة والحظوظ مساعدة. أنتو جماعة الهبة، يعني هبة ما عاد بدي هبة بدي، فهلأ الشهر هاد تبعت الهبة اللي بدي. الـ16:50 رسائلكم من أي موبايل داخل سوريا. في حدا بعتن أن السلام هي شوية ورد. I love you. صباحك الخيرات والحمد لله على سلامتكم. بس يعني فيك تبعت لي اسم ويوم شهر وسنة. يسلم حبيبي. لا خلقي من موبايلك خلي. ماشي. يا الله. هي آخر شيء. صاروا الشباب يطبقوا البنات بعلكة. شو بدك لكان غير العلكة؟ طيب سندويشة شاورما بيمشي الحال؟ يمكن كان بيمشي الحال، بس حظك بشع. عاملة ريجيم. ليش ما بتعرفي انه الشاورما بتنحي؟ شو هالحكي؟ وشلون بتنحي؟ في دراسة أوروبية بتقول انه الأكل مع شاب حلو مثلي بنحي. تبن التواضع. بس هذا القسم الأول من الدراسة. ليش كمان في قسم ثاني؟ طبعاً. القسم الثاني بيقول انه الأكل مع صبية حلوة مثلي بيطول العمر. يا لطيف انتو الشباب شو محتالين. هلا هذا اللي طلع معك لسه من شوي اشتريت لك على الكيف. كتر خيرك تفضلت والله. يعني لو جايب لي سندويشة شاورما مثل ما قلت قبل شوي شو كان صار؟ هلا بس اعزمك بنشوف. لا ميرسي ما فينا نتاخر. ليش لوين رايحين؟ انا رايحه على الجامعة وهي رايحه على الفيلم. حلو. أنا بحب البنت المتمردة. وأنت على عرس مين رايح أصلاً؟ على عرسنا. كمان رايح على السينما. إيش هالصدفة؟ فعلاً صدفة غريبة. طيب شو اسم الفيلم؟ اسم الفيلم أنا بعد ما شفتك اسمي نسيته. بدك يعني تذكر اسم الفيلم؟ سارة. كان بدي أعرف اسمك. باسي. ها تذكرت دغري. وأنا رباب. شرفنا. وأنا ريم. باسي ورباب وريم. شو الصدفة الحلوة؟ وينه رامز؟ ليش ما جبتكم معكم مشان تكملوا الشلة؟ طلع اسمه الفيلم ماكس المجنون طريق الغضب. طيب بعرف. شو بتصير اسماء الافلام الاجنبيه سخيفه لما بيترجموا عربي. يا لطيف كيف فيكي تحضري هيك شيء؟ عادي هو فيلم. الله يرحم ايام لما كانوا البنات يخافوا من قصه الجميله والوحش. شو هاي قصة الجميلة والوحش؟ بتحكي عن جد؟ في حدا ما بيعرف قصة الجميلة والوحش؟ ايه أنا ضروري أعرفها يعني؟ شبك ليش وقفة؟ امشي معي. لوين؟ بدي أحكي لك قصة الجميلة والوحش. لا من فين؟ قصة الجميلة والوحش أهم هلا يلا. وطي صوتك في عالم؟ عيطها. خلص رح قوم. هلا انت شك مجنون. لسه ما شفتي شيء. لسه انا مجنون اكثر من ماكس المجنون. I wanna die. What a lovely day. I look up at the stars at night and watch them as
بتبوسه بوسه وبتقول له انني احبك، وبتفك السحر عنه مثل ما وعدت الساحرة، وبيرجع الوحش امير وبيتزوج من الجميله وبيعيشوا بسبات ونبات وبيخلفوا صبيان وبنات. النهايه المشتركه لكل قصص الاطفال. يعني ما عجبتك؟ يمكن كانت عجبتني لو كان عمري 6 سنين. اما هلا صرتي البنت الكبيره اللي ما عاد يعجبها الا افلام الاكشن والرعب. يعني انت بتصدق انه بنت حبت وحش بس لانه عمل معها كم موقف؟ رباب تخيلي لو صار عنا حرب وعشنا مثل هدول الناس اللي كانوا بالفيلم هلا، وقتها كنا رح نلتقى؟ ليش لا؟ وبعدين ما كنت رح تنقذني من الأشرار؟ وكنتي رح تحبيني وقتها؟ رباب كنتي رح تحبيني وقتها؟ يمكن إذا اشتريت لي علكة. رباب ايه امي؟ لك امي ضليت سنتين محاصر وما بتعرفوا شي عنها. هلا كل ما طلعت من البيت ربع ساعة بدكم تسرعوني مكالمات. طيب جاي، مع السلامة.